السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تم الاعلان على مباراه ولوج الثانويه الملكيه الاعداديه للتقنيات الجويه لسنه 2020 الترشيح قبل الثلاثون من شهر يوليو 2020 تنظم القوات المسلحه الملكيه مباراه لفائده التلاميذ المغاربه الراغبين في متابعه التكوين بالثانويه الملكيه الاعداديه للتقنيات الجويه الملكيه العسكريه برسم الموسم الدراسي 2020-2021 فعلى الراغبين في الانخراط وجوب توفر الشروط التالية أن يكون سن المترشح لا يتجاوز الثامن عشر سنة لغاية 31 ديسمبر من هذه السنة يعني سنة 2020 التمتع بصحة جسمانية جيدة أن يكون مسجلا برسم الموسم الدراسي 2019-2020 يعني هذه السنة الدراسية بالجدع المشترك من التعليم الثانوي علمي حاصل على نتائج دراسية جيدة حاصل على نتائج دراسية جيدة اللغة الثانية المتابعة هي اللغة الإنجليزية أن يكون المرشح موجها إلى السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية أن يتم قبوله من طرف لجنة الانتقال الأولي يعني أن المرشح يكون مسجل في الجدع المشترك من التعليم العلمي وان يكون موجها الى السنه الاولى بكالوريا شعبه علوم رياضيه يتعين على المرشحين المتوفرين على الشروط اعلاه تسجيل طلباتهم على الموقع الالكتروني وذلك قبل الثلاثون من شهر يوليو كاخر اجل قبول الترشيحات استدعاء المرشحين والمرشحات يتم الانتقال الاولي اعتمادا على معدل النجاح المحصل عليه من طرف المرشح في امتحان الجدع المشترك وسيتم استدعاء المرشحين والمرشحات الذين توفرون على الشروط كاملة والذين تم اختيارهم من طرف لجنة الانتقال الأولي قصد اجتياز المباراة في وقت لاحق وذلك عبر عناوينهم الإلكترونية لذلك يجب أن تكون العناوين الإلكترونية عناوين صحيحة كما يمكن للمرشحين والمرشحات الاتصال بالثانوية على الأرقام التالية والظاهرة أمامنا لمعرفة إذا تم شحات الاتصال بالثانوية على الأرقام الواضحة أمامنا ذلك للتأكد إن تم اختيارهم أم لا تنظيم المباراة المرشحون والمرشحات الذين تم اختيارهم لاجتياز المباراة سيتم استدعائهم في تاريخ سيحدد من بعد لاجتياز الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية بالإضافة لاختبار شفوي يجب على المرشحين والمرشحات اصطحاب لوازمهم الشخصية ولوازم الرياضة المرشحون والمرشحات الذين سيجتازون بنجاح هذه الاختبارات سيتم ترتيبهم اعتمادا على معدل النجاح المحصل عليه في امتحان الجدع المشترك وسيتم الإبقاء على الناجحين منهم في المؤسسة لمتابعة التكوين مباشرة عقب المباراة أثناء فترة الامتحان ستتكلف المدرسة الملكية الجوية بإيواء جميع المرشحين نظام الدراسة فهو نظام داخلي مجاني الدراسة تكون وفق المقررات الخاصة ببكالوريا علوم رياضية من التعليم العمومي وبالتوفيق للجميع إن شاء الله